ومعانا ضيف، هو الأستاذ عادل إمام الفنان الكبير، وحضرتك أدليت بصوتك الآن. ازيك يا رندا؟ ازي حضرتك؟ حالي أبدي إعجابي بيكي وبنشاطك، أنت فخر البنت المصرية. والله يا رب يكسر من امثالك. ربنا يخليك. بشوفك يا عيني في ميدان التحرير ومزنوقه زنقه والناس ملمومه عليكي والدنيا حر وحاجه ملزقه ومش ممكن. خلينا يعني نتحدث عن حضرتك اليوم أدليت بصوتك. خلينا نتحدث في حاجه تانية افضل. لا قول لي النهارده أدليت بصوتك وانت مختفي من ساعه القضيه اللي حصلت، ويمكن ده كده اول مره بنشوفك اعلاميا. هل القضيه دي اثرت عليك، اثرت فيك، اثرت في ادلائك بصوتك او كيفيه ادلائك بصوتك؟ والله هو سؤال يا رندا، يعني ما انا مش هقدر، يعني مش عايز اقول انا اديت صوت لمين، يعني انما انا اديت صوتي للي انا حاسس ان هو ممكن ينفذ بينا من عنق الزجاجه ونتخطى هذه المرحله الحرجه. احنا في مرحله حرجه جدا يا رندا، يعني عاملين بنشتم الجيش وبعدين بنشتم الشرطه وبعدين بنشتم القضاء كمان. مش ممكن القضاء، ايه اللي بقى لنا يا اخوانا؟ ايه اللي باقي في مصر؟ القضاء كمان نشتمه؟ لا ما صحش. طب حضرتك، وانا كمان مش من انصار ان القضاء يرد، لا. طب حضرتك لاحظت انه طبعا يعني من يومين تقريبا تم حل البرلمان، وده ممكن ان هو يؤدي برضو الى نوع من عدم الاستقرار، ويعني احنا مقبلين، نعم هناك رئيس قادم سيعلن اسمه غدا، ولكن هل انت من امتى حضرتك بتبقى متوقعه الحكايه اللي جايه؟ في اي وقت كنت ايه متوقع اللي جاي؟ في شباب بتوع 25 يناير، دول شباب عظيم جدا، والناس دول كانوا نبلاء جدا وما كانش ليهم قاده ولا عايزين يحكموا، قالوا احنا عايزين تغيير، حريه واجتماعيه وديمقراطيه، واخده بالي حضرتك؟ فجاه الناس دي اختفت، ما بقاش ليها حس، ولقينا نظام تاني مختلف ولقينا ناس تانية مختلفين. من حقنا هنا ان احنا نقول لا، من خلال صندوق الاقتراع. فاهم حضرتك؟ طب ما هو صندوق الاقتراع يمكن احبط الكثيرين اللي كانوا بيروحوا يدلوا باصواتهم، وقفوا طوابير قد كده علشان البرلمان، حصل استقطاب شديد بين مرشحين، ناس كتير عايزه تبطل اصواتها. هي حره خلاص، ولو ان انا ضد ابطال الصوت. ليه ضد ابطال الصوت؟ انا من حقي فرصه ان انا ادلي بصوتي. ادلي بصوتي دي فرصه. طب انا هقول لك انت تتوقع ايه وتامل في ايه الفتره اللي هقول لك على حاجه. صوت الصندوق لا يعلو عليه اي صوت، صوت الشعب لا يعلو عليه اي صوت، فلازم نتفق جميعا اللي احنا هننتخبه نقف كلنا وراه، واللي خسران يقول للكسبان جود لك، وكمان يا ريت يساعده، يا ريت كلنا نبقى في بوتقه واحده، في يعني نعيش في حب مصر. انا وحشتني مصر. انا في حاجه كمان خايف منها، اللي احنا ننسى ثقافتنا وطبيعتنا المصريه، ننسى الغنى والثقافة والأدب، ننسى طه حسين والعقاد والمزني والناس دول، يوسف إدريس ونجيب محفوظ. ممكن يعني يكون ده وقت التغيير بيكون كمان يا رندا، حتى من رتم الأغنية المصرية، يعني رتم الأغنية المصرية ما بقتش، بقيت بلاقي جمل كده موسيقية غريبة علينا، يعني واخدة بال حضرتك؟ زي مزيكا الراب بتاع الحاجات دي. يعني أوقات التغيير بيكون فيها أوقات من عدم الاستقرار، ولكن الأفضل يعني الشعب مش هيعود للنظام القديم، يعني مهما كان رئيس خلاص، واللي هم عايزينه أبطال الثورة هم اللي عايزينه حصل، فإحنا مش عايزين كل الشعب نقعد نتناقش ده، لأ ده ده بتاع ده مش عارف إيه، ده غير مناخيره، ده قفشوه مع واحدة في عربية، مشكلة يعني حضرتك، يعني ما دي حاجات ملحة يعني. بس يعني أنا مش هسأل حضرتك سؤالي الأخير، حضرتك الآن بتنتهي من عمل مسلسل سيعرض في رمضان إن شاء الله، فرقة ناجي حسب الله. ناجي حسب الله إزاي يا رامي؟ ده مزيكاتي التاني، ده ناجي عطا الله. ناجي عطا الله حسب الله أبدا خالص. الدراما الدراما اليومية شايفها أقوى ولا الدراما اللي انتوا بتشتغلوها؟ لا الدراما القومية الوطنية دي، ده احنا بنعيش لحظات فارقة في تاريخ، أنا عمري ما شفت يعني حاجات بتحصل في مصر. أنا خفت على بلدي وخفت على نفسي وخفت على، أنا جيت تهديدات لأحفادي إنهم هيتخطفوا ولا ندفع مش عارف 2 مليون جنيه ولا حاجات زي كده، وربنا يسهل يعني، يعني واخده بالك؟ فكنا عايشين في رعب، كنا عايشين في اقتحامات بنوك واقتحامات منازل وخلافه، طبعا حضرتك عارفه.
اي نعم المسائل هدت شويه، والحقيقه انا احيي وزير الداخليه، هذا الرجل شرطي محترف ملوش دعوه بالسياسه ولا بتاع، بيحافظ على الامن. وفي طريقه جديده الشرطه دلوقتي بتتعامل بيها، انها بتهاجم قبل ما تهاجم، وده شيء كويس. وبعدين بنسمع حاجات عجيبه، ايه الاقلام اللي جت دي؟ الاقلام اللي بتتعطى يعني طيب. مين اللي جاب الاقلام دي؟ مش معروف. ده خائن، خائن مش للنظام ولا خائن، ده خائن للشعب، خيانه للشعب المصري. انت كنت تدص عليه حاجات من دي وتخليه يصوت بهزار بكلام فارغ ويتضح ان صوته ما فيش. لا مش احنا، عيب يعني. انتهيت من المسلسل؟ فاضل لنا ايام كده ونخلص. انا بقول ربنا معانا ومع مصر كلها. نرجو ان الجمهور العربي يستمتع بهذا المسلسل، وفي حاجات كتيره كويسه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، انا متشكره جدا جدا، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا.